حكايتنا في فقرتنا هذه عن عمال المحار في موريتانيا. وهذه المهنة الشاقة هي خيار الفقراء العاطلين عن العمل، والمحار المستخرج يستعمل في عمليات البناء المختلفة. ورغم صعوبة استخراجه بسبب غياب المكانة الحديثة، فقد استطاع العاملون في هذه المهنة من تغطية حاجة العاصمة نواكشوط. حار خالق رجاج يجي يفوت هون يعي أربعة أيام حصل رحلة يعي نقولوا مليت وتر ويعي أربعة أيام يفوت وهو يشتغل يروح ويستدب ويحصل رحلة يبيعها يعي ب 13 12 ويرجع وهذا هو اللي عايشين فيه.